وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية الطبية. يهدف البروتوكول إلى إنشاء مكتب لمؤسسة حياة كريمة داخل المستشفيات للتنسيق المباشر وتسريع آليات التعامل مع الحالات. لتقديم خدمات صحية للمواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول للتعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك لتقديم الخدمة الطبية المجانية لمستفيدي مبادرة حياة كريمة مثل العمليات الجراحية والفحوصات الطبية مع متابعة الحالات. هو البروتوكول امتداد للخدمات اللي بتقدمها الدولة بشكل عام، سواء كانت في وزارة الصحة أو في الجامعات المصرية، للمواطن المصري في كافة قطاعات العلاج، العلاج المجاني، العلاج عنفة الدولة، العلاج قوام الانتظار. فالحقيقة احنا يعني في الفترة او الشهور اللي فاتت حاولنا ندرس الاحتياجات اللي موجودة بحيث ان ما يبقاش فيه ازدواجية، فلقينا بعض التخصصات وعلى رأسها امراض السمنة المفرطة، امراض الضغط، امراض السكر، امراض القلب، امراض السمنة نفسها كسمنة، سواء كانت علاج دوائي او علاج جراحي، بالإضافة إلى مناظير الجهاز الهضمي وبعض التخصصات الجراحية البسيطة أو المتوسطة أو الكبيرة اللي يمكن ما تتغطاش بشكل كامل في قطاع العلاج عنفة الدولة أو قوام الانتظار، بحيث أن يحصل تكامل الخدمات للمواطن المصري. النهاردة المؤسسة تشرفت بتوقيع بروتوكول تعاون ما بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية عشان نقدم الخدمات الصحية للفئات الأولى بالرعاية. الحقيقة المحور الطبي من أهم المحاور لمؤسسة حياة كريمة، بتهتم ان هي تشتغل عليه دايما وتطور فيه من بدايه عملها لحد الان. البروتوكول بيهتم بتقديم الخدمات الطبيه الغير مغطاه في نفقه الدوله والتامين الصحي، وان شاء الله نغطي اكبر عدد من المستفيدين مستفيدين حياه كريمه والفئات الاولى بالرعايه باذن الله. البروتوكول تضمن توفير الدعم والتدخل السريع للحالات الطبيه العاجله من خلال شبكه المستشفيات والمعاهد التعليميه المنتشرة بجميع المحافظات ومن خلال خدماتها المتعددة، كما تضمن عمل غرفة مركزية خاصة بحياة كريمة ومكتب خاص بوحدات هيئة المستشفيات التعليمية لاستقبال الحالات المختلفة لمبادرة حياة كريمة. توقيع البروتوكول طبعا مع المستشفيات والمعاهد التعليمية بيغطي جزء كبير جدا من المحافظات طبقا لانتشار المستشفيات والهيئات التابعة للهيئة التعليمية. المستفيدين طبعا بيبقى دايما حياة كريمة بتركز على المستفيدين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. بنتدخل في التخصصات الجراحية المختلفة، حياة كريمة بتغطي جزء كبير جدا من محافظات الجمهورية في القوافل الطبية. بينتج على القوافل الطبية حالات محتاجة تدخلات طبية فيما بعد القوافل، طبعا احنا بنحولها في الغالب الى المستشفيات التعليميه طبقا للبروتوكول. من خلال البروتوكول عندنا تدخلات الجراحيه والمناظير، مناظير الجهاز الهضمي وحالات السمنه وخدمات الصحيه المختلفه من فحوصات واشعه. احنا هيبقى ان شاء الله باذن الله عندنا غرفه مركزيه لحياه كريمه هتقوم بالتنسيق المالي والطبي والفني ما بين المؤسسة وما بين المستشفيات عندنا في جميع التخصصات اللي ضمنها البروتوكول بإذن الله، سواء كانت تخصصات المناظير الطبية أو مناظير الجراحة والسمنة المفرطة أو حتى الجراحة العامة. البروتوكول أصلاً الأساس بتاعه إن احنا بنضمن الفئات الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، وده طبعاً بدعم من حياة كريمة وبالتعاون مع حياة كريمة إنها تدينا الوصف الاجتماعي والشكل الاجتماعي بتاع الفئات الأكثر استهدافاً. في كل الحالات احنا ضمننا في البروتوكول كل التخصصات الطبية اللي نوعا ما لم تشملها نفقة الدولة ونوعا ما لم يشملها التأمين الصحي. وطبعا بما ان احنا هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، فاحنا هيئة شوية المستشفيات عندنا متخصصة وعندنا كوادر علمية كتير هتقدر ان شاء الله باذن الله تسد الفئات الاكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.